مها ما قلتي لي هلا البيتزا اللي اكلناها امبارح شغل ايديكي؟ لا طبعا، نعيم جابها جاهزه من السوق. عم اقول لحالي اكيد هيك بيتزا شغل محل مختص. طيب كثير، سالتي لي جوزك منين جابها؟ ما سالته. ايه سالي لي يا دخيل عينك لانه كثير طيبه عجبتني كثير. تكرم عينك. ايه الله يكرمك. هنا ما وعدتيني تقولي لي كيف انفكت عقدة لسان جوزك؟ مظبوط. شوفي يا ستي، في واحد اسمه سعدان. ديري بالك على المكتب يا ورده. وعلى الاستاذ جميل يا ورده. اكيد. واذا احتجتي اي شيء خبريني وبشي فورا يا ورده. شكرا. يبعث لك ما يا ورده. شو يعني اخذ الانسة وردة ما بده يجيب لنا غيرها؟ ما شاء الله يعين لنا وحدة حلوة هيك ومنغرشة عشان نتسلى وناخذ معطي معها، مو مثل وردة منزعة وشايفة حالها. شو يعني كل مين حلو بيتأنزع وبشوف حاله. خير أنا زي أمل مين عتيك؟ قصدي مين مثلك؟ أمي؟ بعيد الشر إن شاء الله أنت. أبوكي؟ أبوك أنت. أبي الله يرحمه ورحمة الله عليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. كنا على الطريق، من التراب خلقنا والى التراب نعود. بسيطة بسيطة. أنسة أمال؟ ما قلتي لي، مين اللي مات؟ وين العزاء؟ العزاء رح ينفتح على طول، كسر قلبي وحطم شعوري. بسيطة بسيطة، أنا عندي إصبع تلزيق بكره بجيب لك إياه بتلزقي قلبي وبيمشي الحال. ليش عم تبكي؟ قليل القصر ناكر بجميل. ليش بقى؟ مين؟ الأستاذ جميل. ليش شو عمل لك؟ نقلني لهون. قولي بعتلي قتلي ان شاء الله بروح معك ونتف. خير استاذ صالح، مين قتلك؟ قصدي مين مثلك؟ امك ماتت؟ ان شاء الله امي. ابوك؟ ابوكي. نط فوق الصحن مثل سعدان؟ طبعا بده ينط مثله مثل غيره، واذا كان مدير يعني؟ لكن انا اتعذب ودق بالهاون 7 ساعات وينقلع كتفي وما احس بايدي وهو ما يرضى ينط، بده ينط ونط. وشلون قدرتي تتحملي دق الهاون 7 ساعات متواصلة؟ يعني مستعدة دق بالهاون مو 7 ساعات 7 أيام بس تنفك عقدته لجميل، والحمد لله انفكيت. إيه؟ لكان تحملي من اليوم ورايح حكيه. إيه احكي، ما على الحكي جمروك، المهم ما يلتفت على وحدة غيري. إيه؟ بس أول الرقص حنجلة، والحكي بجر شغلات تانية. لا لا، جميل ما بيعملها، بعرف شو عندي. إيه؟ بكرة بذكرك. اسمعي مني ضبيه من هلا. بكرة بتقولي يا حيف ويا ندم ويا ريت اللي جرى ما كان. لا شو ضبو، خليني فرحانة فيه. ايه ما صدقت امتى انطلق لسانه. مرحبا. اهلا. شو وين عمال؟ انا محلة، شو بتريدي؟ معناها هطلع كلامه مزبوط. شو؟ لا قصدي هالطلب مستعجل، يا ريت وقعي لي من المدير. تكرمي، تفضلي ارتاحي. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك يا أحلى وردة، يا أحلى فلي، يا أحلى ياسمين، يا أحلى نرجس. من زمان كان لازم جيبك لعندي. وين أنا عمك؟ وين كان عيوني أنا؟ أستاذ رجان، أنا ما بحب المجاملات وحكي الغزل، ما في داعي لهالأسلوب. لا طولي بالك، أنا مو هيك قصدي، أنا قصدي بس رح يفيكي بكلمتين حلوين. وينك لهلا؟ أنت وينك؟ رجان ما يتكرر هالشي مرة تانية. في موظفة طلبت توقيعك وهي مستعجلة، تفضل. يا لعيني، شو رأيك وقع له ولا ما وقع له؟ لا بوقع. ما بوقع، بوقع له. شرفي تفضلي. بس يا ريت بهالأنامل الحلوين تساوي لي فنجان قهوة. هلا بقول له لدرويش اعمل لك قهوة. لك لا، هذا درويش أنا يمكن قلعه، لسه مو مبين وضعه. ساوي لي أنت قهوة. معناتها جيب مستخدم ثاني يعمل لك القهوة. شو الحظ تبعي؟ تفضلي. شكرا، مع السلامة. شو هالوردة هي؟ صحيح حلوة بس شدية أكثر من اللازم. أنو شدية؟ طليعية كمان. شو هالحظ تبعي؟ يا سكرتيرة مش عاخرتي. لا وحدة حلوة بتقيلي.
حواليكم شي واحدة نص نص.